إذاعة سلطنة عمان. تفسير القرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني. أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم سنكون مع تفسير الآية 196 إلى الآية 198 من سورة آل عمران، فإلى التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. جاء قوله سبحانه وتعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، إلى آخر الآيتين الأوليين من هذه الآيات الثلاث، بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى فيما سبق شأن أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ثم تفيض ألسنتهم بما ملأ قلوبهم من ذكر الله سبحانه وتعالى. وبعد بيان ما كان من عاقبة أولئك من استجابة الله تبارك وتعالى لهم، فإن ما سبق هنالك إنما كان وصفا لأولئك الذين أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم بنعمة الهداية، وقد قبل هذا الوصف بوصف أضدادهم في هاتين الآيتين. فما كان هنالك من وصف أولئك لا ريب أنه أمر مبشر بالخير، لأن الله سبحانه وتعالى وعدهم أن يستجيب لهم، فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. وهذه الاستجابة تعني أن الله سبحانه وتعالى سوف يحقق لهم مآربهم. ومن بين هذه المآرب التي كانوا يطمحون إليها وهم في هذه الدنيا أن يمكن الله سبحانه وتعالى لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ومعنى ذلك أن يكون لهم الاستخلاف في هذه الأرض بجانب ما يرجونه من وعد الله تبارك وتعالى لهم في الدار الآخرة، من أن يبوئهم الله سبحانه وتعالى هنالك الدرجات العلى. ويرى الإنسان مع ذلك حال أولئك الذين كفروا الذين هم أضداد لهؤلاء، وهم يتقلبون في أعطاف النعيم، وقد غرهم ما هم فيه من بسط الله تبارك وتعالى نعمة الدنيا لهم. فلربما وقع في نفوس بعض الناس حرج من هذا وتساؤل عن حكمة الله سبحانه وتعالى في شأن أولئك، فكان هذا الجواب من عند الله تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. الله سبحانه شد انتباه المؤمنين هنا إلى أن ما عليه هؤلاء لا ينافي ما وعد الله سبحانه وتعالى به أولئك الذين وصفهم بأنهم أولو الألباب من الاستجابة لهم وإيتائهم ما وعدهم إياه. ويرى العلامة السيد محمد رشيد رضا أن ما هنا يرتبط بما قبله من خلال النظر في كون طائفة من المفسرين ذهبت إلى أن
المراد بقول الله سبحانه وتعالى فاستجاب لهم، استجابته لهم بأن ينصرهم على أعدائهم وأن يمكنهم منهم، فإن ذلك مما وعدهم به على ألسنة رسله: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. فبعض المفسرين نظر إلى أن المراد بما وعدهم به على ألسنة رسله هنا هو هذا التمكين والاستخلاف، ولربما أخذ أولئك هذا المعنى مما تفيده آيات كثيرة كما في قوله سبحانه: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ومن المفسرين من يرى أن المراد بقوله سبحانه وتعالى وآتنا ما وعدتنا على رسلك أن يؤتيهم ما وعدهم إياه على رسله من خير الدارين جميعا، من التمكين والاستخلاف في هذه الدار الدنيا، ومن ثوابه سبحانه وتعالى لهم في دار الآخرة كما وعدهم بذلك. وهذا هو الذي جنح إليه السيد رشيد رضا. فبناء على هذين الرأيين يرى أن الارتباط هنا واضح بين هاتين الآيتين وما سبق فيما تقدم من هذا الوعد الذي طلبوا من الله سبحانه وتعالى أن ينجزه لهم كما وعدهم به على ألسنة رسله. وقد بين الله سبحانه وتعالى أنه استجاب لهم دعاءهم. فقد يحيك في نفوس بعض الناس ما يرون عليه الكفار من الظهور والقوة والتمكين، فكان هذا الرد من قبل الله سبحانه وتعالى بأن هذه حالة عابرة، فهي لا تعدو أن تكون ظلاً زائلاً وسوف تنقلب الحالة إلى عكس ذلك. فهؤلاء الكفار في عمومهم سوف يغير الله تبارك وتعالى أحوالهم بحيث إنه يقلب نعيمهم بؤساً ما لم يؤمنوا ويتبعوا الحق الذي يدعوهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنون، أي عباد الله المؤمنون. وبالنسبة إلى أفرادهم، فمن كان في علم الله سبحانه وتعالى أنه سيستمر على تلك الحالة إلى أن ينقلب إلى الدار الآخرة قبل أن يأتي وعد الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين بالنصر والتمكين، فإنما ينقلب إليه بعدما يرحل في هذه الدنيا إنما هو عذاب دائم، فما هو فيه الآن لا يساوي شيئا بجانب ما سوف يجده هنالك من العذاب. فذلك العذاب عذاب دائم، بينما هذه النعمة نعمة زائلة مع ما يكدر صفوها من منغصات شتى. ومن كان في علم الله سبحانه وتعالى بأنه سيستمر في الحياة إلى أن يأتي وعد الله تعالى لعباده المؤمنين بالنصر والتمكين، فإن إتيان ذلك الوعد كفى به تنغيصا لهذه الحالة التي هم عليها مما غرهم في هذه الحياة وصدهم عن اتباع الحق. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، هذه هي قراءة الجمهور. لا يغرنك بتشديد نون التوكيد، ولا هنا ناهية وليست نافية، لأن النفي في مثل هذا المقام يقتضي أن لا تدخل عليه نون التوكيد لأنه هو منفي من أصله، فلا داعي إلى دخول نون التوكيد عليه. وقرأ يعقوب وهو أحد القراء العشرة في رواية رويس عن: لا يغرنك بتخفيف النون.
لا يغرنك. هذا الخطاب قيل هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل هو خطاب لكل من يصلح للخطاب، وقيل هو في معناه خطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان في لفظه خطابا له، ولكن أريد أن يزال عنهم ما عسى أن يجدوا في نفوسهم من الحرج بإدخال النبي صلى الله عليه وسلم معهم في الخطاب، وبناء على أنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يعني أنه عليه أفضل الصلاة والسلام كان مغرورا بهذه الحالة التي هم عليها، وإنما أريد به التثبيت كما في قول الله تبارك وتعالى: ولا تكونن من المشركين، ولا تكن من الكافرين، ولا تطع المكذبين. فإنه ليس من شأنه عليه أفضل الصلاة والسلام أن يكون من المشركين أو من المكذبين أو من الكافرين أو أن يطيع المكذبين، وإنما ذلك لأجل تثبيته عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذا مما ذهب إليه الزمخشري وتابعه عليه جماعة من المفسرين، ولكن من الناس من اعترض عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مقامه أجل وأكبر، فلا داعي إلى التثبيت، لأنه ليس بحاجة إلى التثبيت بسبب الأسمة التي عصمه الله تبارك وتعالى بها. والألوسي يقول بأن في هذا نظرا لا يخفى، ولا ريب أن من ضمن الأسمة التي عصمه الله تبارك وتعالى بها أن ينزل عليك صلوات الله وسلامه عليه من عند الله ما يثبت قلبه، كما يقول الله سبحانه وتعالى: كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فالله سبحانه كان يقص على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم من أنباء رسله ما يثبت به فؤاده، وكذلك عندما يذكر الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه أفضل الصلاة والسلام من أحوال أعداء الحق والدين، إنما يثبت بذلك فؤاده عليه أفضل الصلاة والسلام، ومهما يكن صفاء سريرته صلوات الله وسلامه عليه، فإنه بشر معرض للأحزان عندما يرى عليه أفضل الصلاة والسلام أصحابه في ضعف من أمرهم، ويرى أعداءه ظاهرين. والتثبيت للثابت أمر ليس بمستنكر، فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أخبر عنهم بأنهم مؤمنون إذ قال الذين آمنوا، ولكنه مع ذلك طالبهم بالإيمان. كذلك ما يوجه الله تبارك وتعالى إليه عباده من دعائهم إياه بأن يهديهم الصراط المستقيم، مع أن من كان على الحال التي تومي إليها الآيات المتقدمة في سورة الفاتحة على هذا التوجيه إنما يدل على رسوخ الهداية في نفوس أولئك، ولكن مع ذلك علمهم الله تعالى أن يقولوا: اهدنا الصراط المستقيم. وقد جاء النهي موجها هنا إلى التقلب، مع أن المقصود به المخاطر، فهذا كما يسميه علماء المعاني من باب المجاز العقلي: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. وجاء النهي عن الغر، والحقيقة إنما هو نهي عن الاغترار، فقالوا بأن هذا النهي يدل على المراد به بالطريق البرهاني، لأنه عندما ينتفي الغر ينتفي الاغترار، إذ الغر سبب للاغترار، وعند انتفاء السبب
ينتفي المسبب. فالنهي إذن إنما هو نهي عن الاغترار. ومن العلماء من قال بأن الغر والاغترار إنما هما متضائفان، والمتضائفان لا يسبق أحدهما الآخر. ومعنى هذا إذن أنه لا يكون أحدهما سببا للآخر، فوجودهما في حال واحد. ولكن هنا إنما جاء النهي عن أحد المتضائفين ليدل على وجوب انتفائهما جميعا، لأن انتفاء أحد المتضائفين يقتضي انتفاء الآخر. وقد تعقب هذا الألوسي بأنه مما لم يجمع عليه على أن النظر الصائب قد يقتضي خلافه. وقطب الأئمة رحمه الله في تيسيره أيد هذا الذي قاله الألوسي، وقال بأنه لا يخفى أن أحدهما سبب للآخر، ومن المعلوم أن السبب متقدم على مسببه. والآية الكريمة قيل نزلت في شأن أهل مكة عندما كانوا يتقلبون في تجارتهم جيئة وذهاب، وهم يتمتعون بحظوظ في هذه الحياة الدنيا، مع أن المؤمنين كانوا يعانون ما يعانونه في ذلك الوقت. ومنهم من قال بأنها في اليهود، وكلا القولين مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والقول بأنها في اليهود هو الذي ذهب إليه الفراء، وقيل إنما هي في مشرك العرب عموما. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، أي لا تكن مغرورا بهذا التقلب الذي يتقلبه أهل الكفر الذين أشركوا بالله سبحانه وتعالى واتخذوا معه آلهة أخرى وكفروا برسالاته. تقلبهم في البلاد بحيث يقضون مآربهم وهم متمكنون، فإن هذا إنما هو كما قلنا ظل زائل. لا يغرنك تقلب الذين كفروا. أصل الغر بمعنى إصابة الغرة، والغرة هي غفلة في يقظة، والغرار هي يقظة في غفوة، هكذا قال من قال من أهل اللغة. يقال غره يغره غرا وغرورا، عندما يصيب منه الغرة بحيث يصور له غير النافع نافعا، أو يصور له الضار غير ضار، أو يصور له الضار نافعا، فهذا هو الغر. ومطاوع ذلك اغتر، فغر متعد واغتر لازم. غره يغره فاغتر، إذا تأثر بالغرور الذي أتاه من قبله. وقيل إنما الغر هو مأخوذ من الغرار، والغرار الحد من كل نصر كالسيف والرمح والسهم. فمعنى هذا أن هذا الذي يغر غيره إنما هو كأنما ذبحه بالغرار، ولكنه يستبعد هذا المعنى. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، تقلبهم في هذه الأرض بحيث إنهم يسرحون ويمرحون فيها آمنين مطمئنين، وهم يتقلبون في أعطاف النعيم، فإن عاقبة ذلك إنما هي وبال عليهم. هذا الذي هم فيه وعليه إنما هو أمر موقوت سرعان ما ينقضي ويضمحل. وقد استدل بالآية الكريمة وما بعدها من قال من المتكلمين بأن الكافر لا يكون منعما عليه، وهذا هو قول الأشعري، وذهب إليه كثير من أصحابه وغيرهم. قالوا بأن الكافر لا يكون منعما عليه، ذلك لأن النعمة إنما تكون خالصة من الشوائب، فنعمة فيها شوائب لا تعد نعمة. فما يكون عليك الإنسان مما يريحه ويكون مشوبا بشوائب
فهو لا يعد نعمة، وما بالكافرين إنما هو مشوب بشوائب، من حيث إنهم حتى في حياتهم قلقون، فضلا عن كونهم ينتظرهم العذاب الأليم في الدار الآخرة، فهم لم يوفقوا لاستخدام ما أوتوه فيما يرضي المنعم سبحانه وتعالى. فهذا مما لا يعد نعمة، وإنما يعد استدراجا على رأي هؤلاء. واستدلوا له بالكثير من الآيات كقوله تبارك وتعالى: وأملي لهم إن كيدي متين. فمعنى ذلك بأن هذا إنما هو كيد كاده الله تبارك وتعالى لأولئك. كذلك قوله سبحانه: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فهذا إنما هو مجرد استدراج ليزدادوا كفرا فوق كفرهم وضلالا مع ضلالهم، وليزدادوا بذلك إثما فوق آثامهم. وكذلك ما كان من نحو هذا مما يدل على أن الله تبارك وتعالى لهم بالمرصاد. وذهب طائفة إلى أن النعمة لا تكون محصورة في المؤمن، إنما النعمة تكون في المؤمن وفي غير المؤمن، فالمؤمن يوفق لشكرها، والكافر يكون بعكس ذلك، يكون كافرا لهذه النعمة كسائر كفره. فمن هنا تختلف النتيجة، نتيجة النعمة عند المؤمن وعند الكافر. وهذا هو قول أبي بكر الباقلاني، وتدل عليه أدلة كثيرة من الكتاب العزيز. فإن الله تبارك وتعالى يقول: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ذكر بني إسرائيل مع كونهم كافرين بالنبوة الخاتمة، ذكرهم بالنعمة التي أنعمها عليهم. ودليل على أن الكافر يكون منعما عليه، وقد سبق بيان ذلك في تفسير هذه الآية. وكذلك مما يدل عليه أن الله سبحانه وتعالى أمر عباده جميعا، برهم وفاجرهم ومؤمنهم وكافرهم، بأن يشكروا له. وهل يشكرون له إلا نعمته؟ وكذلك أمرهم أن يذكروا آلاءه، فاذكروا آلاء الله. وقال: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. معنى ذلك أن هنالك نعما أنعم الله سبحانه بها على أهل هذه القرية، ولكنهم كفروا بهذه النعمة. هذا مما يدل على أن النعمة ليست محصورة في المؤمن، وإنما الفرق كما قلت من حيث النتيجة والعاقبة. فعاقبة المؤمن أن ينتفع بنعمة الله سبحانه وتعالى بحيث يدكر بها وتثنيه عن غيره، بينما عكس المؤمن إنما يبطر النعمة، وذلك مما يؤدي إلى الهلاك في الدنيا وفي الآخرة. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. هذا الذي هم فيه وعليه من تقلبهم في أعطاف النعيم إنما هو متاع يمتعونه، والمتاع الشيء القليل الذي يستمتع به الإنسان، كما روي عن سليمان بن عبد الملك أنه وقف على قبر ولد له صغير وقال: وقفت على قبر غريب بقفرة، متاع قليل من حبيب مفارق. معنى هذا أن المتاع هو ما يستمتع به، سواء كان طعاما يؤكل أو شرابا يشرب أو لباسا يلبس أو سكنا أو صحة أو قرب حبيب أو أي شيء ما يفرح النفس، كل ذلك مما يصدق عليه أنه متاع. المتاع هو الأصل، الشيء الذي يستمتع به مدة محدودة. وكل الحياة الدنيا إنما هي متاع، لأن الدنيا محدودة.
كل خير الدنيا إنما هو محدود، فهذا متاع قليل، ولكن ينقلبون بعد ذلك إلى ضد ما يرون أنه نعمة عليهم، بحيث ينقلبون إلى عذاب خالد والعياذ بالله. متاع قليل ثم مأواهم جهنم، بعد هذا المتاع القليل إنما ينقلبون والعياذ بالله إلى العذاب الدائم، إلى جهنم. وما أدراكم ما جهنم؟ إنما هي نار موقدة، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهؤلاء مهما أوتوا في هذه الحياة الدنيا، إنما ذلك لا يعد أن يكون متاعا. ثم قال: وبئس المهاد، من أجل تأكيد الوعيد الشديد الذي توعدهم به. وبئس المهاد، أي بئس ما مهدوا به لأنفسهم، بحيث ينقلبون إلى تلك النار فهي مهادهم الذي يرجعون إليه. هذا يعني أنهم مهما كانوا أوتوا من نعيم في هذه الحياة، فإن ذلك النعيم لا يساوي شيئا إذا ما نظرنا إلى هذا الوعيد الشديد الذي توعدوا به. وقد جاء في بعض الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يوم القيامة يؤتى بأكثر الناس نعيما في هذه الدنيا، فيغمس غمسة في عذاب الله، فيقال له: هل ذقت نعيما قط؟ فيقول: لا. ويؤتى بأكثر الناس بؤسا في هذه الحياة، فيغمس غمسة في نعيم الآخرة، ويقال له: هل ذقت بؤسا قط؟ فيقول: لا. فهكذا مهما كان من شدة وضيق على المؤمنين، فإنما هم موعودون بالخير العظيم الكبير، موعودون بالفوز الذي بشرهم الله تبارك وتعالى به، على أنهم في هذه الدنيا أيضا موعودون بالنصر والتمكين، عندما تتضافر جهودهم وتلتقي كلمتهم، ويسلكون الله تبارك وتعالى فيما وعدوه، ليسلقهم فيما وعدهم إياه. وفي الدار الآخرة منقلبهم إلى ذلك الخير الذي وعدهم الله تبارك وتعالى إياه. ومهما يكن من تبكن للكافرين، فإن ذلك لا يساوي شيئا بجانب ما يتوعدون به من العقاب الشديد. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. كل الدنيا كما قلنا متاع، جاء في حديث رواه الترمذي وغيره عن المستورد بن شداد الفهري مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ما مثل الدنيا في الآخرة إلا كمثل أن يدخل أحدكم أجملته في البحر فلينظر بما ترجع، أي بما ترجع هذه الأجملة عندما يضعها في البحر. هذا مثل ما أريد به إلا التقريب، وإلا فالفارق بين الدنيا والآخرة كذلك. الدنيا مهما يكون فيها من نعيم وخير وطمأنينة نفس واستقرار بال وهدوء ضمير، فإن هذه الدنيا إنما الذي ينعم به على أهلها جميعا لا يساوي بجانب الآخرة إلا ذلك. هذا مثل للتقريب، وإلا فهي أحقر من ذلك، لا يساوي إلا مقدار ما تأخذه الأنملة عندما يضعه الإنسان في البحر، من هذا البحر المحيط الذي لا يستطيع الإنسان أن يقدر ما فيه. إذن هكذا الحياة الدنيا، وهكذا الحياة الآخرة. مستمعي الأعزاء، ما تبقى من تفسير هذه الآيات المباركات من سورة آل عمران من الآية 196 إلى الآية 198 سنتابعه في حلقتنا القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع تفسير القرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة.
تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.